الله عليه، هدف مصطفى فتحي يسجل الهدف الأول للزمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. مباراة اليوم مباراة قوية جدا، مصطفى فتحي يسجل هدف الزمالك الأول أمام سيراميكا كليوباترا. افتتح مصطفى فتحي النتيجة لصالح نادي الزمالك في شباك سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 40 من عمر المباراة التي جمعتهم في الجولة السادسة من الدوري المصري، ونجح مصطفى محمد في تسجيل الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول ب5 دقائق بطريقة رائعة ليتقدم للضيوف على سيراميكا كليوباترا. نادي الزمالك بيحل ضيفا على نظيره سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز على ملعب عثمان أحمد عثمان، ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث برصيد 10 نقاط.